وللمزيد ينضم إلينا محمد أمين الكاتب الصحفي. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك. يعني دعوة من المستشار الألماني أولاف تشارلز للرئيس السيسي لزيارة برلين تؤكد بالفعل استمرار النهج الألماني في التعاون مع مصر مثلما كان في عهد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. برأيك ما أهم الرسائل وراء ذلك؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه يعني هذه الدعوه بتدلل على حجم وعمق العلاقه ما بين مصر والمانيا، وما حدث من تقدم ملموس في العلاقات خلال الفتره السابقه سواء كان على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي. يمكن الفتره اللي فاتت من 2015 وحتى الان شهدت تطور كبير جدا في هذه العلاقه. يمكن لو شفنا حجم الاتفاقيات والتبادل التجاري بين الدولتين زي ما حضرتك ذكرتي في التقرير السابق، هذا الارتفاع اللي بنشهده في هذه العلاقه يدلل على قوه ومتانه العلاقه بين الدولتين. عايز اقول لحضرتك انه المانيا يمكن كانت من الدول الحريصه على ان هي تنقل التكنولوجيا الخاصه بالماكينات الالمانيه الى مصر، وده بيدلل على حجم الثقه المتبادله بين الدولتين. مصر يمكن الدوله رقم 8 على مستوى العالم اللي لديها احد الماكينات الالمانيه المتطوره المتخصصه في تصنيع وتشكيل المعادن. نقل هذه التكنولوجيا لمصر ده بيورينا قد ايه قوه العلاقه والثقه اللي المانيا تراها في الدور اللي بتقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. في تطابق في الرؤى في عدد من القضايا سواء خاصة بمنطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية، سواء عملية السلام أو الأحداث اللي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. هذا التطابق في الرؤى تبعه بالفعل يعني ثقة قوية في الدور اللي بتقوم به مصر في إحلال السلام في المنطقة. الزيارة كمان بتأتي في توقيت مهم جدا وهو انعقاد منتدى الخاص منتدى سان بطرسبرغ الخاص في المناخ. مصر بتعد لقمه المناخ في نوفمبر القادم. عايز اقول لحضرتك كمان انه يمكن الزياره كمان هتشهد لقاءات ثنائيه على راسها القمه اللي هتاخد ما بين السيد الرئيس والمستشار الالماني، وايضا لقاءاته مع عدد من رجال الاعمال الالمان والشركات الالمانيه. التطور الكبير في حجم السياحه ما بين مصر والمانيا فيها المانيا على قائمه الدوله رقم واحد في عدد السياح الوافدين لمصر، ده كله بيورينا قد ايه انه هذه العلاقه القوميه ما بين الدولتين بتزداد قوه ورسوخ. لما بنشوف حجم الصادرات المصريه الى الاسواق الالمانيه، ودي ثقه ايضا متبادله من الدوله من الحكومه الالمانيه وايضا من الشعب الالماني في المنتجات المصرية. أستاذ محمد، يعني تحدثت حضرتك عن نقطتين، نقطة تتعلق برئاسة مشتركة مصرية ألمانية لحوار بطرسبرغ للمناخ، ونقطة تتعلق بعلاقات ثنائية بين مصر وألمانيا وتعاون اقتصادي بين البلدين. أولا فيما يتعلق بالرئاسة المشتركة المصرية الألمانية، وهي محطة بطرسبرغ محطة مهمة في ملف المناخ، ومصر تستضيف نوفمبر المقبل مؤتمر كوب 27. هذا الحوار هو فرصة للتشاور والتنسيق بين الدول الفاعلة. برأيك يعني كيف تكون هذه المحطة مهمة أو مقدمة لمؤتمر المناخ، وما تستطيع أن تقدمه مصر من خلال رئاستها المشتركة مع ألمانيا تحضيرا لمؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر إن شاء الله؟ عايز اقول لحضرتك انه الدوله المصريه لديها رؤيه يعني مهمه جدا خاصه بالتغيرات المناخيه واهميه انه العالم يدرك خطوره ما حدث من تغيرات مناخيه على استقرار العالم، لانه التغيرات المناخيه اللي حدثت في الفتره الاخيره وتهديدها لشواطئ عدد كبير جدا من مدن العالم، وايضا ارتفاع درجه حراره الارض بشكل مضطرب نتيجه التلوث الشديد. مصر كان لديها رؤيه في التحرك في هذا الاتجاه، ولديها ملف ضخم جدا اتحركت عليه. يمكن مصر من اوائل الدول اللي حرصت على انه تتحول الى الطاقه النظيفه، ويمكن ده احنا شفناه في الفتره الاخيره وما قامت به مصر، ان هي بتمتلك النهارده اكبر محطه للطاقه الشمسيه في العالم في محطه بنبان،
وحرصها بشكل كبير جدا على الانتقال من الوقود الاحفوري الى الطاقه النظيفه. دي تجربه مهمه جدا مصر حريصه على عرضها للشركاء الدوليين، وده بالاضافه لانه مصر بتستهدف في قمه كوب 27 انه تخرج قرارات ومجموعه من التحركات باتجاه تخفيض درجه حراره الارض والحد من التلوث لحصول الانسان على هواء اكثر نقاء والحفاظ على الصحه العامه. في تجارب كثيره جدا فتعرضها مصر، يمكن اللي بيورينا قد ايه ان مصر دايما بتدقق ملفاتها وبتخرج بيها الى العالم لتقدمها لتكون احد النماذج المهمه. هذه القمه هيكون ليها دور كبير جدا في هذا الامر، وعرض التجارب هيكون ليه دور مهم، لانه ده هيبقى بدايه تحرك ناحيه كوب 27 اللي هتعقد في شرم الشيخ. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد امين الكاتب الصحفي.